مشاهدينا الكرام، لتنوير الى اكثر في الموضوع في البحث عن مروان، معايا انسانه لها مواصفات خاصه صراحه، اجمل واروع جاره في المواقف ديالها بطبيعه الحال. عفوا، انتقلت وهي امراه، مشات لطنجة، مشات المدن المجاوره من اجل البحث على مروان. غادي نشوف معها هذه الرحله كيفاش دازت، اللي مشكورين رجال الامن ورجال الدرك ساعدوهم سواء في المدينه وفي القرى في نواحي مدينه طنجه. شوفوا معايا، عاودي لي ملي مشيتوا شنو اللي وقع. مشينا لطنجه، تعاملوا معنا الناس ديال طنجه احسن معامله، الى ناس والى امن ولا جوندارم. قلبنا جميع البلايص، اي بلاصه كنقول لهم هذه البلاصه راه هنا شكينا فيها، كيخرجوا معنا الجوندار كيقلبوا. الناس ديال طنجه تعاملوا معنا، شدونا الناس حضنونا حنايا، داونا بتنا عندهم، كلينا شربنا، خرجوا بطوموبيلاتهم بولادهم كيقلبوا معنا، ما خلوش معنا شي قنت. مشينا لطنجه، مشينا للقصر الصغير، مشينا للفنيدق، مشينا لباب سبسه، مشينا لشي خرب كيتخشاو فيه من الحراقه، ما خليناش شي بلاصه اللي ما مشيناش لها. والله نشكر ذوك الناس، والله يجازيهم بخير، والله يكثر خيرهم. تعاملوا معانا. في نظرك انت منين انتقلتوا لتما، سؤال مهم، شكون اللي عطاكم هذا الخيط انه ممكن مروان يكون في طنجه مثلا؟ حنا دابا داك الجي بي اس فين طفى التليفون ديالو، طفى في الخرجه ديال طنجه، الدخله ديال طنجه، مدينه جديده، مدينه الجديده. ملي مشينا تما كاين كتعطينا ديك النقطه الحمراء هنا فين كاين الدري. ملي قلبنا مشينا خرجنا الجوندار في واحد الخربه كبيره على الخلق، دخلنا ليها ملي دخلنا ما قدرناش ندخلوا للدار، دخلنا غير حداها. ملي مشينا دخلنا تما كاين ما قدرناش ندخلوا، مشينا عند الجوندار عيطنا لهم، جاوا عندنا، جاوا معنا حتى دخلنا لديك الدار، قلبوا ما لقينا حتى شي حاجه. السؤال الثاني هو بحكم انت قريبه اليوم وجاره، الاصدقاء ديالو صحابه اللي قدرتوا ما عندوش صح. علاش؟ دري حدود، ينقي، متربي، متخلق، يدوز يشوفك تدوي معاه كيتزنك كيحشم، ما تسمعش صوته، واش فهمتي؟ دري تيحشم، دري متخلق، إلا دويتي معاه يضحك وحد راسه ويزيد، ما يهضركش، ما يشبكش هضره، ما كيلعب كره في الزنقه، ما تيخرج يلعب مع دراري، ما يجي دري صاحبه يدق عليه، ما تجي دري والو. دابا هنا غادي ندير لك غير تحليل، تحليل، نحلل في الموضوع، بناء على العلاقه ديالك في الجوار معاه، وبناء على انك عندك معطيات في الهيستوريك ديالو، كذلك بناء على المعطيات اللي كنتي على طنجه وكتعرفي كلشي، كيفاش كتشوفي هذه الخرجه ديال مروان؟ كيفاش كتحلليها انت؟ فين يقدر السبب؟ علاش؟ كيف التكهنات اللي ممكن تطرح؟ ما كايناش شي سبب، ما كاينش، حللنا حتى عينا، ما كايناش. مقرب ليها، اختفاء غريب، غريب، مقرب ليها بزاف، كثر من عينيه، خوالو كثر من هكا، اي حاجه خوالو بحال مصاحبين معاه. تصور خالو كيقول لك كيكون مشى ولد ديالنا وما مشيش ولد اختي، تصور خالو الصغير عثمان تيبكي تيندب وتيهلل بحال شي مراه ولا شي عائله ميته. تصور هذاك الدري، سبحان الله كيفاش كيديروا هاد الناس. حدود الساعه دابا شنو المعلومات اللي قدرت توصل دابا؟ بان شي خيط باقي صعيب، ما كاين حتى شي حاجه، باقي ما كاين حتى شي حاجه. دابا كيقولوا الناس دابا شي صحافه حشومه عليهم وعيب عليهم باش ينشروا بلي هذاك الدري لقيناه، وعيطوا لمو هادي وخلاو الضجه. حنا كيعيطوا الناس التليفون ما كيسكتش. ولكن الا سمحتي لي، حنا ما نحملوش الصحافه، علاش؟ انا نعطيك الناس، اسمحي لي، ممكن نوصلهم معلومه، وممكن الصوت، اذا كان ممكن حيدي معايا الصوت، ممكن الصحافه توصلهم معلومه يجي يخبروا بها، وممكن تكون مزيفه، يعني الصحافه اللي كدير اللي عليها. معايا، انا بغيت نمشي معاك في الجانب الثاني، الخيوط اللي كتشوفوها انتم بدات تتميل شيئا ما، بالاخص هذا الاستاذ، موضوع النقاش اللي مشي دوز عنده السوايع. هذا الاستاذ قال لنا، هو فاش قال لامو، كما عاودت لنا لامو، قالت لك راه نهار الاربعاء، نهار السبت، خرج مع العشره في العشيه عنده مع الثلاثه السوايع. دابا ملي عيط، ملي مشاو الدري خرج مشي للسوايع، قال لامو غادي على اساس السوايع، واش فهمتي؟ ملي خرج ما بقاش عاود الدري يرجع. ملي مشاو عند الاستاذ قال لهم ها انتم، انا راه عيطت ليه، ها هو شوفوا بالله، راه الدري معيط لهم جاوبني، راه ما غاديش ندير لهم السوايع، مصيفط لي ميساج قاريه، راه ما تجيش للسوايع. هذا هو الدور ديال الام، دابا يتعمقوا معه اكثر في البحث. والله اختي شكرا لك على المجهود. الاستاذ حتى هو ما نقدروش نحملوا مسؤوليه، حتى ذاك الدري دروي تنحملوا حتى واحد، حنا نبحث في الموضوع وفهمتي، كنعرفوه دري بخير والله اعلم بنا. هضري انا حيت اخويا الاستاذ تيديروا عند ولدي انا السوايع، ياك الناس كاملين تيديروا عنده، يعني ماشي ناكدوا على الاستاذ بان تدير شي حاجه. استاذ ولدي تيدير عنده 3 سنين، الله يعمرها دار. شي حاجه اخرى ما نقدرش نقول لك. الابحاث ليست هي اتهام. معايا؟ يعني حنا نبحث في الموضوع. اختي شكرا لك، شكرا لك تانتي، ساعدتونا مشاهدينا الكرام. النساء لهم دور كبير ومشكورين في هذا الموضوع، البحث عن مروان. الابحاث لا زالت جاريه، كما قلت في السابق نحن نوجه الاتهام لاي احد، ولكن البحث
هو حق بطبيعة الحال للوصول للمبتغى هو أين هو مروان. مشاهدينا الكرام الحدود هذه الساعة هذه هي المعلومات اللي توصلنا لها وهذه هما النقط اللي قدرنا نحللوا في الموضوع، ولكن الضابطة القضائية لها من الإمكانيات بطبيعة الحال وهي مشكورة أنه توصل الفك لغز أين هو مروان. مشاهدينا الكرام إلا توفرنا أي معلومات جديدة غادي نوضعها في الصورة معكم. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.